وفي مرة ربنا قال لبطرس، قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ الإيمان القوي بيقول لو كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، الإيمان اللي بيعمل المعجزات. إن ما كنتش تقدر لابد إيمانك يكون له ثمر ولو على قدك، ولو على قدك. تقول له أؤمن يا رب أعن ضعف إيمان، لكن إيمان بلا ثمر ده، الإيمان اللي بلا ثمر ده قال عنه معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 13 آخر إصحاح، قال اختبروا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. ما هو جايز واحد يقول أنا مؤمن وهو مش مؤمن بالحقيقة، جايز مجرد إيمان عقلي لكن ليس له ثمر عملي في حياته، بحيث من ثماره الكثيرة تقول فعلا ده إنسان مؤمن، ليه ثمر في حياته. كل حاجة في الحقيقة من ثمارها تعرفونها. يعني مثلا العقل، تقول لي ده إنسان عاقل، طب كويس هو كل إنسان بنقول عليه عاقل، لكن ما ثمر العقل الذي فيه؟ العقل من ثماره الفهم، فما مقدار الفهم اللي عنده؟ العقل من ثماره الاستنتاج، إنسان تلاقيه قوي في الاستنتاج، يفهم الأمور ويستنتج، وإنسان يكون لماح يلقطها كده من بعيد، تقول ده عنده عقل بيفهم بيلقطها من بعيد، بيعرف يستنتج. إنسان عاقل عنده ذاكرة ما بينساش، موجود معاه من جوه. إنسان عاقل عقله بيبان في التصرف الحسن، لأن ساعات واحد يتصرف تصرف يقول إيه ده عقل، ده عنده عقل ده اللي بيتصرف بالشكل ده، لكن تقول عقل من غير ثمر، يعني إيه عقل من غير ثمر؟ هو العقل كده كلمة مبهمة ملهاش مفهوم، لازم يكون يبان. ده حتى في الصلاة لما بولس الرسول اتكلم في حكاية الألسن، قال إن ما كنتش فاهم بعقلي يبقى أنا بصلي، أما ذهني فبلا ثمر، يعني مش فاهم. أهو كلام، في واحد بيصلي صلوات ويكر مزامير وهو مش فاهم اللي بيقوله، تقول لي ده عقل، لازم يكون له ثمر. كل حاجة في الدنيا لازم يكون لها ثمر. ثمر الروح، إنسان روحاني وروحه بتشتغل يبقى لابد روحه لها ثمر. والكتاب شرح هذا الصبر في غلاطية 5:22 و23، قال أما ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداعة وتعفف ولطف وصلاة وإيمان، في ثمر موجود للروح. لكن إنسان بيسلك بالروح ومن غير ثمر، كلام مش مقبول ومش معقول. إن ما كانش فيه ثمر يبقى لا يسلك بالروح.